رايح يا آغا؟ هيك الظاهر ما إجاك نوم. ليش بيجي؟ بابا شوفي ليش مستعجلة؟ هلأ لخبرنا حق اليوم بده يطلع. اليوم؟ اتصل واحد من الحراس من ضيعة واحد من رجالنا. مدامه هيك ليش ما حدا تحرك؟ عكاش لساته نايم؟ أنا شو قلت شو قلت؟ ما قلت دمي ما بضل بالأرض؟ تفضل. صباح الخير معلم. صباح الخير، تعال شوف حقي. رايح نصيبي روح اليوم حضرة المدعي. ستور ما شفت منه. الله يسامحك، عود دقيقتين لشوف. خليك بعيد عن السلاح وعن الدم وعن التار. هيك هيك بدنا نموت كلنا، بس لازم نعيش بسلام. انهوا العداوة بيناتكن. يعني لوين رح توصلوا بقتلكن لبعضكن هالحرب تبعكم كلها ما لها طعمه، هدر دم على الفاضي. معك حق حضرة المدعي. يلا بخاطرك. مع السلامة، الله يفتح بوشك. شو الوضع؟ شو في شي حركة حوالينا؟ حاليا ما في اي حركة ماما زينب. فتحوا عيونكم منيح، المي بتنام ورجع ما بينام. ماشي. جايين كتار، ورجيني شطارتك. إذا بيكونوا مية ما بتفرق. إذا الله يسر بنزل لك جثة حقي مثل الجاموس. مبروك يا الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. بالفرج إن شاء الله. الله معك يا أغا. بالتوفيق يا أغا، بالتوفيق. إن شاء الله بتروح وما بترجع. الله يسامحك. الله يفتح بوشك. لا تطالعنا من بالك. ما من طالعك. يلا بخاطركم. الله يفتح بوشك. ان شاء الله بالفرج يا شباب. الله يسر. الله لا يرد. الله يسرك يا ان شاء الله ما بترجع. روح طالعين. صلوا
جاوب عليه. بدي جيب رصاصة بنص عينه. ها؟ عمي كيفك يا بطل؟ يلا هلا وقتك. كبران ولا؟ شو أخبارك؟ مشتاق لك كتير عمي. ما شاء الله صاير سبع. نكشبك ولاشد حالك. أختي حبيبتي. حقي أخي حبيبي. يلا 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 امشوا لا توقفوا. المرة فشلتنا. شو بدنا نقول لرجاء أغا؟ جان جان. نعم جدو. تعال هون. شفت هدول الصور؟ تصورناهم من سنتين، وقتها كان كل شيء حلو ورح يرجع هيك. سمعتني شو عم قول جان؟ رح يرجع هيك. سمعت. لا تقلب وشك، ما بصير تقلب وشك بجدك. أنا مو عدو ولا أبوك، هو روحي، هو الشقفة مني. صحيح أنا معصب بس مو أكتر من هيك. لا أبوك بيتركني ولا أنا. الضفر ما بيطلع من اللحم. بعدين أنا مين إلي غيركم؟ أنتوا بالنسبة إلي كل شيء. عم تفهم؟ صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ مو منيح. طلعت من البيت. طلعت منه؟ كيف؟ يعني تركته. شو اللي صار؟ صار كتير. أنا وأبي كل واحد من طريق. شايف المناطق؟ السهل واللي ورا السهل كله رح يجي يوم يصيروا لك، والكل رح ينحني قدامك وينادوا لك جان وآغا. بابا والماما يحيكونوا جنبي؟ إذا بدهم بيكونوا. بيجي يوم، رح يجي يوم تبقى فيه لوحدك. لا أنا بكون بجنبك ولا حدا تاني، لأنه بيجي على الواحد يوم بيضل فيه لحاله. وهاليوم هاد لازم تكون قوي جانو، بتكون قوي هيك إذا بتدوس على الأرض بتهزها. فربني Yeah.